في فقرة صحتك اليوم راح نتناول في موضوع صحي مهم خاص بالنساء في بدايات حملهن، حيث سنتعرف مع الدكتورة مريم عرب أستاذ علم الإعاقة والحركة على عناصر التغذية السليمة والرياضة الضرورية للمرأة مع بداية حملها. صباح الخير. صباح الأنوار يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. صباح الخير دكتورة. أول شيء خلينا نتكلم في البداية، أول ما المرأة تدري أن هي حامل، شنو الأمور اللي يعني تتخذها؟ المفروض يعني قبل لا تكون حامل، يعني قبلها بثلاث أشهر إذا هي كانت ناوية إن شاء الله. يعني الحين ما شاء الله البنات الكويت يرتبون أمور حياتهم، فإذا تبي تحمل المفروض قبلها بثلاث أشهر قاعد تغذي غذاء صحي، تاكل المواد الغذائية الأساسية، تاخذ الفوليك الحمض الفوليكي، فكل هالأشياء عشان تقي الجنين بعدين من الأضرار والمشاكل الصحية للطفل. فأهتم وابعد تماما عن الأشياء اللي هي مضرة، الجنك فود اللي وايد الحين ما شاء الله، البرجر وهالمطاعم، البرجر والشيبس وهالأشياء هذه كلها، السودا وهالخرابيط هذه كلها تبتعدين عنها تماما، علشان أقي نفسي، لأن في هذا الوقت الحاضر قاعد تزيد عندنا تشوهات في الجنين، مشاكل صحية بالجنين، والسبة ترى نمط حياتنا. زين، يعني انت تقولي ان قبلها بثلاث اشهر، شلون قبلها بثلاث اشهر؟ يعني اذا انا ناويه المراه مع ريالها قالوا ها خلينا نفكر ان احنا نفكر من هني تضبط اكلها قبل ثلاث اشهر، يعني بالضبط قبل الحمال بثلاث اشهر تاخذ الحبوب الفوليك والاشياء هذه، الفيتامينات، سبلمنت اذا هي غذائها، يعني ما قاعد تاكل خضروات، البروتينات اي المكملات الغذائيه المفيده لها. المفروض هذا اغلب الدراسات تنصح بهالاشياء هذه، لكن اذا هي ما تدري ما درت ودرت الحين هي حامل، لازم طبعا طبيبها يعطيها المكملات الغذائية، الفيتامينات، الفوليك عشان يقي الجنين من التشوهات، أكلها لازم يكون صحي، تبتعد عن نمط الحياة. زين، ما دام جبتي طاري الأكل، عيل شنو الأكل اللي راح يكون؟ تاكله. أي تكثر. يعني إيه؟ تكثر من البروتينات، تكثر من الفيتامينات. طبعا الفيتامينات من وين ناخذها؟ من الفروت، الفواكه، الخضروات. اغلب في دراسات تقول ان ما شاء الله الكويتيات بعيدا تماما عن الخضروات والفواكه، فاحنا لازم نكثر هذه بهالفتره، خاصه ثلاث اشهر الاولى من الحمل، لان الاولى من الحمل لان الجهاز العصبي قاعد يتكون للجنين. فانا اركز على المكملات الغذائيه والغذاء المناسب لي والصحي لي وللجنين، فاكل خضروات مثلا الجرجير، الخضروات الداكنه، عرفت؟ اللي دائما نحطها على سفرتنا، تكثرين منها، البروكلي، الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الحمراء، الفواكه اللي فيها فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين اي، الحمضيات، البرتقال، الليمون، الكيوي، البابايا، هالاشياء هذه اللي تعطي طبعا فيتامينات ومعادن. زين، بعد ثلاث اشهر ما تاكل؟ لا يعني تكمل. اي انا اقول تبدين، بس لا اهم شيء هذه الفتره ثلاث اشهر، هي المهمه، اي مهمه جدا. الواحد يغصب نفسه، يعني ما يغصب نفسه، واكل اجبان اللي هي قليله الدهون، يعني مو كامله الدسم. طبعا جبنه الموزاريلا وايد فيها بروتينات وكالسيوم، اهتم بالكالسيوم مثل الاسماك، التونه، السالمون، هالاشياء، البيض، اكل البيض مفيوح الصبح، اتريق ريوق صحي، بيضه، شوفان، حبوب الكامله لازم اكل. يعني خلاص اعدل نمط حياتي كله علشاني وعلشان الجنين. بس يقولون السمك مو زين مع الحمال، ما ادري صدق. لا، مو السمك اللي هو بالكان، اللي هو معلبات، اللي فيه ميركوري، ماده الميركوري مضره للطفل للجنين. فلما يكون فريش غير لما فريش يكون فريش غير، اي اخذ الفريش السالمون، اخذ تونه. ما يعني احنا ما يكثرون، طبعا لما اقول مضر هذيلا ياخذونها بجرعات زايده وايد، يعني اغلب الدراسات لما يخرعونا لا تاخذ جرعات كثيره تكون، احنا ما ناخذ يومين بالاسبوع ويلا يمكن تاكل، يلا تاكل صح. فاحنا ما بأخرعهم اقول ان في ما في، لان يبتعدون على طول، لا يومين بالاسبوع ما راح يضرك. تكثري من الاسماك خاصه السلمون، وايد مفيد، دهون صحيه صح، غير مشبعه، وايد زين فيه، حتى لو مطبوخ. ها مطبوخ؟ اي مطبوخ عادي. افضل انا افضل يعني، لان في ناس ما تحب بني فتبي مطبوخ، فاذا مطبوخ اوكي زين، اذا ما تروح فايدته زين. انزين، خلينا نتكلم عن الرياضه. يقولون من تحمل خلاص، لا شلون والياهل، شلون اركض، شلون خليه يثبت، شلون
فهذا اللي ابي اعرفه، الرياضه هي صحيه حق طبعا الحامل؟ في دراسات كثيره تقول اذا كانت الام رياضيه وحامل وتلعب رياضه، الطفل يعني شافوا الاطفال بعد مولده والامهات ان الاطفال نسبه الذكاء عندهم جدا عاليه. تخيل ها، يعني شوف ارتباط الرياضه مع الاطفال، ذكاء الاطفال. ليش؟ لان انا لما اكون حامل واتحرك، اكسجين يتوزع بكل خليه بجسمي، والدوره الدمويه تتحرك كل جزء بجسمي، فتروح اكثر شيء حق الجنين المشيمه، ويتغذى الطفل اكثر ويتشبع بالاكسجين اكثر. فبالتالي الشيء خاصه الجهاز العصبي قاعد يتكون بالثلاث اشهر الاولى، مو من اول شهر قعدت الى ما اقدر اتحرك وما ادري ايش في لا اخاف يطيح اخاف. هذا احنا للاسف عاداتنا وتقاليدنا وايد اثرت. شوف في الاجانب، يعني انا وايد الحين قاعده اشوف، والحين مدام السوشيال ميديا موجود والناس قاعده تطالع من اول شهر وهي قاعده تمارس رياضه على التريدميل، تشوفها تتحرك وتركض وتمشي. لكن انا بقول نقطه مهمه، يعني خاصه احنا بناتنا مو رياضيات، يعني مو عندهم مستوى عالي من اللياقه البدنيه، فانت تنتبهين عاد مو على ابو انا لا بصير رياضيه ويلا بروح وبركض، لا انت لان جسمك مو متعود اساسا على هالشده هذه الرياضيه، فتبدين بالمشي الخفيف خاصه اول شهر، امشي خفيف اتحرك. مو اقول انا حامل ما ابي اتحرك وخلاص واخاف، لا بالعكس امشي، اذا الجو حلو طلعي برا تحركي، قاعد على البحر امشي، ما فيها اي شيء، مشي خفيف شده خفيفه متوسطه. يعني انت تنصحين بالرياضه المشي تكون خفيفه اول ايام، لانها هي مو رياضيه، انا قاعد اتكلم عن خلينا نقول اللي مو رياضيه، اللي مو رياضيه اي اوكي. لا تكسلين وتقعدين، لان في بعدين تصير عندك مضاعفات ثانيه. لاحظ ان وايد مشاكل تعاني منها المراه خاصه لما تحمل، ظهرها يعورها، ظهري يعورني، ريلي تعورني، لان العضلات مو متحمله التغييرات اللي قاعد تصير والوزن اللي قاعد تشيله والثقل. واحنا عندنا عاده خاطئه ان انا حامل لازم اكل على اثنين، لا ما تاكلين على اثنين، اكلي اكلك العادي الطبيعي شخصين اي، لان هذا قاعد يزيد وزنها وهي ما تدري، وبعدين الظهر ما راح يتحمل ولا ريولها راح تتحمل، راح يصير عندها شد عضلي مو متحمل الثقل اللي هي فيه. فتنتبه واكل طبعا البوتاسيوم، الموز دائما اللي يصير فيها شد عضلي. بالليل وايد الحوامل قبل لا ينامون بعد الجهد اللي يسوونه تحط راسها وكذي ويصير فيها شد قوي بالعضلات، والسبة الثقل مو قادرة العضلة تتحمل الثقل، فتاخذ بوتاسيوم، موز مشمش لأن في نسبة بوتاسيوم عالية. دائما اخلي غذائي في موز خاصه وانا حامل. زين حتى الشيل يقولون حتى ما تشتغل بالبيت كلش، لازم تشتغل، لازم تتحرك. لا شوف انا عشان كذي انت هم ما تتحركين تمارسين رياضه على الاقل وهم ما تتحرك بالبيت تحركي، يعني امهاتنا يحليلهم اول كان كل شيء هم يسوونه، وشوف صحتهم كانت قويه وعظامهم قويه، فلازم انت تتحركين في البيت عادي، قومي خمي ترى ما فيها شيء، قومي رتبي ملابسك، ضربي اوتي، ترى هذه كلها رياضه ايضا، هذا نشاط بدني وايد زين يساعد على لياقتك. فانا اول شيء اقول المشي، بعدين لما اشوف والله انا قادره اسرع شويه يكون مشي سريع. السباحه وايد ضروريه خاصه سباحه الظهر، السباحه وايد تقلل الضغط على المفاصل وخاصه الم الظهر في الفقرات عندها، فتريح الظهر إيه، تنام على الظهر وتسبح سباحه ظهر. واذا ما تقدر تمشي او تسوي هرولة حتى في الماي تمشي بالماي صح. عندك اليوغا من افضل الرياضات للمراه الحامل، البيلاتي هي كلها للتمدد ومرونه المفاصل، وايد خفيفه الرياضه وهاديه، يعني تاهلها وتخليها تساعدها على الولاده، فتصير ولادتها اسهل لان عضلاتها وعظامها ومفاصلها كلها مرنه مرنه. عندك الكره السويس بول، هذه الكره تقعد عليها تسوي بعض التمارين، تمسك الدمبلينج اللي هو الاوزان خفيفة لكيلوين، أسوي بعض التمارين وأنا قاعدة على هالكرة هذه، وايد زين المرأة الحامل. في بعد هذه السلسة ما أدري زومبا ممكن ترقص ترى وايد في عادي عادي، إذا هي رياضية روحي سوي أي رياضة أنت تحبينها، الرقص رياضة، زومبا السلسة ممكن أنك تمارسينها ما في أي مشكلة. انت طبعا تنتبهين، انت عارفه جسمك، listen to your body، لازم تشوفين قادر جسمك انه يؤدي هالتمارين، اديها ما في اي مشكله. حلو، انزين شو الاخطاء اللي تقع فيها الحامل؟ بالغذاء ولا الرياضه؟ الرياضه
الرياضه مثل ما قلنا احنا، اذا لا تشدين على نفسك بالبدايه، اذا انت غير رياضيه ولياقتك البدنيه جدا عاديه متواضعه لا تشدين من البدايه. التدرج ضروري خاصه في فتره الحمل، ودائما لها سكر حمل في صح هذه الفتره صح. فاذا انت من فيكم طبعا اذا اختك ولا امك كان يصير فيها هذا الشيء، معناته انت بعد ممكن يجيك سكر الحمل، فبالتالي من البدايه خلي في وقايه عندك، مارسي الرياضه، رياضه خفيفه عشان تقين نفسك من سكر الحمل لانه يضرك ويضر البيبي. ودائما للشهر التاسع تمشين لا توقفين، لا توقفين لان في حالات بالسابع يالهم سكر حمل لانه ما قاعد يمارسون رياضه، فتضطر تسوي رياضه. الرياضه مهمه، الاكل لازم اكلك صحي متوازن بكل العناصر الغذائيه، بروتينات، كربوهيدرات، فيتامينات، معادن، دهون اللي هي الدهون الصحيه اللي نشوفها بالافوكادو، الاشياء هذه النباتيه، دهون نباتيه. اي مو اللي الزيت زيت الزيتون زين، زيت السمسم زين، عندك زبده المكسرات مو الزبده العاديه، زبده المكسرات احطها على مثلا توسته سمراء، الحبوب الكامله ضروريه تاكلينها، ابتعدي عن الابيض، اي شيء ابيض ابتعدي عنه. فالمكسرات ضروريه جدا، سناك خفيف، اكلي مكسرات مو محمصه مو مملحه، واخري عن هالاشياء. يعني تكون نيه. فهالاشياء هذه دائما عودي نفسك وابتعدي عن المشروبات الغازيه. ابتعدي عن الشيبس والخرابيط هذه اللي تالي الليل ناكلها. ابتعدي عنها تماما، ودائما كاروت مشتهيه مع الدبنج حطي لك روب، الروب وايد ضروري، روب زبادي مع زين. هذا كله اللي قاعد تقولينه هذا يحافظ على وزنها؟ يحافظ على وزنها طبعا، لان ما راح يزيدها وايد، ما راح يزيد مع الرياضه والاكل الصحي، ما راح يزيد وزنك كثير، يا دوب كيلو كيلوين بعد الولاده. بعد الولاده خلاص تشوفين انه ما شاء الله رديتي. حتى بعد الولاده ما اقعد في فتره النفاس وما اتحرك، غلط، دائما اتحرك خلال اول يومين، انا اقوم على الاقل امشي شويه. زين فتره النفاس الحمد لله عندنا اهلنا وامهاتنا حوالينا، وهذه نعمه من ربي، الاجانب ما عندهم، ما عندهم. فحاولي انك تقومين خلي البيبي عندهم، مش قومي تحركي شويه، اذا الجو برا طلع شويه امشي، اذا عندك بالبيت الاستشفاء. قالوا لا اذا طلعنا برا طقنا الهواء ولا ما ادري، كان طق الهواء الاجانب يعني. انا اشوف ما شاء الله اجسام وصحه ولياقه عاليه، هذه عادات وتقاليد، البس عدل واطلع امشي ما في اي مشكله. وايد وايد الحين ما شاء الله، خاصه البنات اللي اوبن مايندد وشويه يعني عندهم منتاليتي ان هذا الشيء ما ياثر علي، تشوفهم يطلعون ما في اي مشكله، وانا واحده منهم يعني، دائما بالأربعين ما اقعد اقوم امشي اسوي رياضه. دكتوره نبي نصيحه اخيره حق الحوامل خلينا نقول، او في بدايه حملهم. في بدايه الحمل دائما قبل لا تسوين اي رياضه او تبين تاكلين اي اكله، دائما استشير المتخصصين، لا تروحين وتكلمين ناس ما يدرون، مو متخصصين اصلا يعني. فدائما استشيري دكتورك متى امارس الرياضه، هل انا وضعي، لان في بعض النساء فيهم يعني مشاكل صحيه، فتاكدي ان انت خاليه من المشاكل الصحيه وروحي مارس الرياضه اذا ما عندك مشاكل صحيه، لكن اذا انت تعانين في مشاكل لا، انا لازم استشير دكتوري وهو يعطيني الاذن اذا اسوي رياضه او لا. الغذاء اهم شيء، ابتعدي عن اي جنك فود، اي فاست فود، خاصه في فتره الحمل، لان اللي تاكلينه يعني يو ار وات يو ايت، وبالتالي بيبيك راح يتعود، لان حتى الدراسات قاعد تقول ان الطفل سبحان الله اي شيء تدخلينه في جسمه في هذه الفتره راح يعرفها ويتذوقها ويعرفها بعدين. فهالاشياء هذه انتبهي منها، الرياضه والتغذيه وجهي لعمله واحده اللي هي صحتك، فدائما حطي ببالك ان انا امشي وما اتكسل. حلو، قواك الله يا دكتوره مريم عرب، استاذ علم الاعاقه والحركه، قواك الله وشكرا على المعلومات. الله يقويك، يا هلا فيك. ناخذ لنا فاصل صغير ونرجع لكم.